تبلغ دعوات الأهل والوطن. هذا العبادي يمضي واثقا وغني في ظل دعوات الأهل والوطن. ثيابه الأرض والتاريخ في دمه أنا تنقل في الأرياف والمدن. يلقي السلام إلى أن تختفي يده كأنها سرب طير غاب في فنن. يمر مر سحاب من سماحته لكنه جبل صعب على الفتن. ولم يباهي ولكن الأولى لمحوا على خطاه من الآيات والسنن. إن العماني ذو طهر وذو خلق نبوءة لرسول الله من زمن. يمشي وتعدل ميل الأرض خطوته فانجئت فتزني. اخترت بالتحديد مدينة سوانزي، اولا مدينة هادئة، ثانيا تحوي على جامعة سوانزي اللي تعتبر من مصاف الجامعات الموجودة في بريطانيا وخاصة في تخصص الهندسة الكيميائية. سمعت أنك مصدر إلهام العديد من الفنانين، وها أنا أصلك فأرى الجوانب الريفية الجميلة والساحل البري بجانب الفنون المعمارية بشكلها الويلزي، فأقول إن الصمت في حرم الجمال جمال. مدينة سوانزي تعتبر من أجمل المدن المتواجدة في مقاطعة ويلز، تجمع الريف بمناظرها الجميلة خاصة في الجبال الخضراء الشاسعة، وأيضا يعني مطابقة للساحل. أيتها اللؤلؤة البريطانية، لديك الكثير والكثير لتقدمينه لنا. أسلوب كلاسيكي قديم، فن حديث معاصر، وشعب يبعث الطمأنينة في نفس كل مغترب يحط رحاله على سواحلك الهادئة. ثيابه الأرض والتاريخ في دمه أنا تنقل في الأرياف والمدن. يا مدينة تشهد بتاريخها إمبراطورية بأكملها، أجدك تشبهين كثيرا أرضي حتى إنك تذكريني بها. مدينة سوانزي طبعا الشيء المدهش بالنسبة لي أنا شخصيا، بما أني أعيش في ولاية تجمع الساحل
وتجمع الجبال، هي سبحان الله قريبة متكاملة. حتى دائما أنا أعتز ببلدي طبعا، ولايتي ولاية قريات منطقة المزارع، تقريبا الأجواء متشابهة، فقط المناخ هو الذي متغير. أنا من أتيتك محملا بحلم واحد، فلما رأيتك ارتوت أحلامي حتى أينعت أحلاما أخر. هذا العماني يمضي واثقا ومني في ظله دعوات الأهل والوطن. الصعوبات الثقافية والقيمية التي واجهتني واجهت أتوقع أغلب الطلاب العمانيين المبتعثين، أولا كلغة، لأن لغتنا هي غير مكتسبة، هي تعليمية، وأيضا هم طبعا هنا يعيشوا كشعب وكطلاب، زملائنا عندهم الحرية يعني الغير محدودة، بينما نحن لا، تربطنا عادات وتقاليد المتمسكين فيها، وأيضا نقلناها إلى هنا في مدينة سوانزي. أوجه التشابه الثقافي بيننا في سلطنة عمان وبينهم هنا في ويلز في مدينة سوانزي، نحن شعب مضياف كريم ودود، أيضا هم شعب كريم مضياف ودودين، أيضا عندهم الاحترام، احترامهم للفرد سواء كبير أو صغير، وخاصة للطلاب، وهذا أيضا سمة الحمد لله متعارف عليها في العمانيين، يتسموا بها العمانيين أينما حلوا وأينما ارتحلوا. يلقي السلام إلى أن تختفي يدور، كأنها سرب طير غاب في فنني. تعلمت منك أن الآخر المختلف عنا قد يضيف لنا قيما إنسانية كانت غائبة. القيم التي اكتسبتها بخلال تواجدي في مقاطعة ويلز بمدينة سوانزي هي ثقافة الاعتذار، والشيء الجميل اللي اكتشفته عندهم هنا عملية غرس ثقافة الاعتذار منذ نعومة أظفار أولادهم في المدارس، في الروضة وفي المدارس، فحققوا المقولة التي تقول العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فكل موقف سواء عفوي مقصود أو غير مقصود دائما تجد ثقافة الاعتذار، وهذا حقيقة السمة التي يعني اكتسبتها، وأتمنى أن أنقلها وأغرسها أيضا في زملائي وفي أولادنا في سلطنة عمان. بينما القيم التي نشرناها والحمد لله نفتخر وهي كثيرة، هي ثقافة التسامح، وأيضا العادات والتقاليد التي تربينا عليها في سلطنة عمان الحبيبة، ونشرنا للعمل التطوعي الخيري كتأسيس مثلا مدرسة نادي الطفل العماني. زملائنا الذين سبقونا في عام 2015 أسسوا هذه المدرسة، ونحن ذهبنا يعني استلمنا الراية ورحنا على أثرهم واهتمينا بهذه المدرسة، بحيث أصبحنا نستقطب أيضا زملائنا وإخواننا، أولاد زملائنا وإخواننا من الجاليات العربية الأخرى، أيضا الأجانب نحاول أن نعلمهم نوعا ما أساسيات اللغة العربية، أيضا الأساسيات اللي هي السلام عليكم وعليكم السلام، معاني هذه الكلمات الجميلة اللي عندما يفهموها حقيقة يزداد تقديرهم واحترامهم سواء لديننا أو حتى ثقافتنا الإسلامية.
حدثني تعدد الجنسيات والحضارات بك عن الألفة والانسجام، فكتبنا للأجيال على أرضك قصة عمانية يروي تفاصيلها فيض من وئام. هذا العماني يمضي واثقا وغني في ظله دعوات الأهل والوطن. هذا العماني يمضي واثقا وغني في ظله دعوات الأهل والوطن. ثيابه الأرض والتاريخ في دمه، أنا تنقل في الأرياف والمدن. يلقي السلام إلى أن تختفي يده، كأنها سرب طير غاب في فنن. يمر مر سحاب من سماحته، لكنه جبل صعب على الفتن. ولم يباهي ولكن الأولى لمحوا على خطاه من الآيات والسنن. إن العماني ذو طهر وذو خلق، نبوءة لرسول الله من زمن. يمشي وتعدل ميل الأرض خطوته، كأنه ما لها قد جئت فاتزني.